زوجي هم لني ولا كلام حلو ولا شكرا ولا لو سمحتي ولا تقدير. وانا خلاص انا هو عصبي فوق هذا، وانا استويت عصبية وبدأت اعصب على العيال بدل الموضوع يأثر علي. انا شو اسوي صراحة؟ طرشي هالفيديو حق ريلتي يا اخي، والله والله العظيم حرام حرام ان هاي الموضوع، ان انا العصبية هاي ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يمسك عن نفسه عند الغضب، يعني والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أنا والله لأن عصبي أنا أطلع حرتي في حرمتي، أنا عصبي أطلع حرمتي، أطلع عليها حرتي أضربها، ليش أكسر إيدها أعور عينها؟ جي الاستشارات هي كذلك اللي تيني. ليش أنت ليش ليش ليش؟ أنا ما أشوف إنه غير من ال من ال من ال يعني من ال يعني أنا كنت مدي إيدك على حرمة، شو استفدت؟ والله أنا عصبت أنا عصبت وبعدين أنا آسف. أنا شو استفيد من أسفك؟ ترك كسرت فيني شيء وصابر عشان العيال، وما أبغى أطلق، أروم أطلق بس ما أبغى أطلق، لأن خلاص هاي حياتي هذا نصيبي، ومش استسلام، رضا، واللي يرضى يعيش. أما أنت من عندك يعني إذا هو هدأ ترى هو مرآتك، أنت بتهديين، بس حاولي قدر الامكان لا تضيعين العيال في النص. مساكين والله في الطلاق وفي الزواجات وفي الـ في الـ في العلاقات ما يروح فيها الا العيال بين الريول، بس الطفل هو اللي يتاذى، لان انت يا تطلع جيل، احنا بعدنا في جيل ثاني طالع بيشيل عنا مايه، ما بتم تتكلم على طول بي مايه ثانيه. زين هاي المايه الثانيه لازم تكون طيب سويه نفسيا، سوية عاطفيا، سوية أسريا. كيف بتكون من المنزل إذا الأب يضرب ويصارخ مثل الفلانة؟ يعني الله يعطيك العافية يا ربي ويهدي بالكم، وانت بعد يا أخوي ترى ما يستوي. يعني لين متى لين متى؟ يبالها شو تدريب؟ يبالها يروح عند أخصائية أو استشارية تعطيك شيء اسمه anger management classes، دورات تدريبية في التحكم بالانفعال الغضب بالذات وبس.